صبحكم الله بالخير والنور والسرور. وشوفوا وين وصلنا، بورش اكسبيرينس سنتر. احنا طالعين من ميلان باتجاه فينيس. هذا البورش درايفنج اكسبيرينس موجود هنا، مدرسة القيادة. ناخذكم في جولة على السنتر ان شاء الله. الجو خيال، تحس ما ودك انك تطلع. بورشا اكسبيرينس سنتر فرانشيا كورتا، مركز لا يفوتكم، مكانه خرافي. طبعا هو داخل قرية فيبيل عنوة، بيلك تدق مشوار تقريبا خارج ميلان تقريبا 50-60 كيلو. في اكسسوارات، في شجرة الكريسمس، في سيارات، في الكارتينج، وتقدر تدخل مثلا وتروح البورشة وتحجز لك مثلا كورس. إذا تبي تدخل تأخذ لك أحلى كورس في أحلى جو. عندك هالبراحة تراس، نسمع البريك الجامد. شوف هذا نصيدة GT4. تقدر تاخذ كورس دريفتنج هنا، في هناك حلبة صغيرة تحدي، هنا كافيه. خلصت السيشن، هي تقريبا خذ لهم لفتين تقريبا، بس بيجون يصفطون هنا تحت المظلة. في عندك هناك الكارتينج، يبقى كارتينج. يصفطون هنا. هذا GT4، GT3 RS، أو GT3 عفوا. هذه GT4. واللي سقون ما شاء الله بنات. اللي في الحمراء أحلى ريحة، ريحة العودة بعد التراك. شوف عندك شوب، في الكيدز اريا، بريفنج اريا، واللاب والكارتينج والشوروم، في كافيه وفي مطعم. انزل الحين شوف التحف اللي تحت، لكن تخيل انك تشوف الارس 2.7. أنا مركز في السيارة، ماني قاعد منتبه لكم. فتخيل قبل ما ننولد، مو بكثير، تكلم على تقريبا 210 حصان، 2.7 الوزن. هنا الكلام 960 كيلو، أقل من طن 5.8. وهذه الأيقونة، يعني هذه القدفاذر حق الجي تي ثريز والجي تي فور. وانت ماشي شوف ستايل زمان، مراية تجي عندك في الجهة اليمين، في الجهة اليسار جهة السواق، اليمين ما في شيء. حجم السيارة يعني صغيرة جدا، عندك الكفرات والبروفايل كم 215، اللي ورا 215، 60 جنط 15، بينما الأمامية
بيرلي طبعا 185/70/15، فمو بتاخذ فيها اكبر مطب وحفره، بتاخذ فيها رالي. هذا الدكتيل او ذير البطه، شوفها هذه مسجله تحت بورشا كلوب ايطاليا. عندك هنا كافي وسناكس، عندك هناك المطعم، عندك هنا كل الاكتيفيتيز اللي انت بتسويها، في عندك هنا مكان اذا تبي تتكلم عازل، هذا المطعم، هناك السيارات. ان شاء الله اليوتيوب انه ما يمسك علينا الفيديو عشان سالفة الميوزك. وهذا الريستورانت، انا بعد الحلبة اكيد انك تحرق فطور وغدا وعشاء، فتحتاج مطعم مرتب زي كذا، وعندك سوبر بورشات. والحلو انه عند اقوى كورنر او واحد من اقوى الكورنرز اللي موجودة في الحلبة، ونشوف فيه متسابقين او متدربين، خلنا نقول ان هذه سيارات البورشة اللي تقدر انك تأجلها، طبعا تأجير وتأمين. وعلى بال ما ندخل السيشن، خلنا نعطيكم بعض النظرات على ماضي بورشة في السباقات. هذه سيارة نشوف فيه كرسي كبير وكرسي صغير. هنا كم سلندر، وراح أجاوب يجاوب عليها عشاق السيارات الرياضية وعشاق تاريخ سباق السيارات. ونشوف تقدر تتحكم في الجناح الخلفي. هذه مصنوعة في 68، 275 حصان، وزن السيارة 384 كيلو بس، هذا اللي تحتاجه. هذه واحدة من السيارات خلنا نقول اللي نادرة، بورشة بوكستر البرغ سبايدر، شكل غريب، أنا سيت واحد 2015 اللي هو 3.8، 1113 كيلو. هنا الكلام الوزن، أول ما تكلمنا عن السيارة الرياضية كلمني أول شيء عن الوزن، بعدين نتكلم عن الأشياء الثانية. داخلية السيارة، شوف المراية الجانبية وين، أو المراية اللي في النص، والعداد غير عادي. هذه واحدة من أيقونات البورش تارجا، وتاريخ التارجا، وأنا تكلمت عنها في حلقة من الحلقات كانت طويلة، تاريخ التارجا وليش صنعوها. نشوف هذه نفس الشيء في 68، وزنها يعتبر لحد ما في ذاك الوقت يعتبر شوي ثقيل، ولكن لازلنا نتكلم عن 1070 كيلو، والقوة 160 حصان، بس ما كانت تعتبر يعني سيارة سوبر سبورت، كانت تعتبر أكثر شيء سيارة كذا تكشخ فيها دلع أو سيارة بنات. فنشوف أكثر الناس اللي يمتلكوا التارجا في الفترة هذه هم النساء، خلنا نكون أكثر دقة. واشتهرت بالعلامات الذهبية، هذه الاس موديل، كم السقف حقها متحرك فتقدر تفكه وقت الأجواء الحلوة، تفكه وتستانس وتنبسط وتفك. هذه راح يكون فيه بس هذا، وهم حطوا هذا برضو تكلمت عنه في الحلقة كسيفتي لا سمح الله لو تنقلب السيارة. هذه الداخلية 5 عدادات، هذه الجنوط اللي أشهر شكل جنوط موجودة في البورشة، غاية في الجهة اليسار، والبنزين عند السواق، تنزل تبي بنزين ما يحتاج تنزل، افتح الباب مد يدك. السيارة ملمومة وصغيرة، عندك هنا سبير
كفر سبير كامل وشنطة. روعة ما شاء الله وملمومة، ودك انك تلمها. ايش رايكم في الهدوء؟ بريك. We will start experiencing. Yeah. Okay. In Italy, so and the weather is very cold today. It's like 4 or 5 degrees. Yeah. Yeah. So we will try first with the. We start with some exercise after we go on the low friction. Okay. So we do some drift, and then at the end we go into the track. Okay. ناخذ جولة، ناخذ السيارة drift. ناخذ الحلبة كم لفة. وللأسف ما عندي كاميرا، بس على الأقل نعطيكم التجربة بشكل عام. نعطيكم العافية وحنا في جي تي فور والخطر العالم السعودي. خلصنا الاكسبيرينس اللي كان ولا أروع، استمتعنا. كان معي واحدة من الانستركتورز وخط راحتي، مو في السواليف، خط راحتي في القيادة. انبسطنا. تجرب تسوي دريفت، تسوي الأشياء العادية اللي إحنا حق السيارات نتعرف عليها، اللي نعرفها، سلالوم وبريكينج وهارد بريكينج وكل اللي تبيه، وتطفي تراكشن وتشتغل بدون تراكشن وستابلتي بدون كل شيء. في الأخير تأخذ لك أحلى لفات في الحلبة وفي جي تي فور. ما شاء الله تبارك الله. يعني هم يقولوا لي ليش ما اخذت الجي تي 3؟ قلت انا ابغى الجي تي 4، لان الجي تي 4 تستاهل كل ريال تحطه فيها. طبعا هذا لا يعني انها تروح وتشتري جي تي 4 وتقول والله حسبي الله وما حسبي الله، لا. الفكره عندي جي تي 3 وحبيت اني اجرب الجي تي 4، وجربنا الجي تي 3 الجديده والجي تي 4 ار اس ان شاء الله نحاول نجربها، والجي تي 3 ار اس ان شاء الله في الطريق. ولكن بشكل عام لما تجي تسافر حاول انك تزور مناطق وتعرف على اللي موجود فيها، هذا شيء حلو. التجربه يمكن تتكرر يمكن ما تتكرر، ولكن ادري ان 99% من الناس اللي يتابعوني ما عنده امكانيات انه يروح يدور ويطلع ويتعنى. فعشان كذا انا احاول اشتغل عشاق السيارات غير حقين سلاحف النينجا، اللي يبغى يجرب الأشياء هذه أحاول أشتغل على شيها زي كذا علشان نتجمع كلنا ونروح في مكان آمن ونستمتع وننبسط. ومبلغ مو بخيالي بس معقول.